الصحراويين تكون في السعودية شو شعد فيه. وشهد شاهد من أهلها. محمد مواطن صحراوي تمكن برفقة بعثة الأمم المتحدة من تخطي حدود مدينة سمار المحتلة ليحل بمخيم سمار بتندوف في أول رحلة له ليلاقي أهله هنا. بملامح مستورة خوفا من تعرف الأمن المغربي عليه، يروي لنا محمد حقيقة ما يعيشه الصحراويون في المناطق المحتلة. أول مضايقات يعني لا يمكن لك المطالبة بالمطالب السياسية، وهو المطالبة بتقرير مصير الشعب الصحراوي. لا يمكن بتاتا أي وقفة تقمع. ما يتحدثون عنه يعني المغاربة عن حرية التعبير والحقوق، لا توجد هناك حقوق تعبير ولا حقوق إنسان. هناك قمع يومي، هناك أدنى حاجة عندما تريد أن تدخل إلى السمارة المحتلة لا بد أن تقف عند الشرطة وتفتش البطائق من دخل ومن خرج، ومن يدخل من أي أجنبي يبقى مراقب حتى يخرج. هناك مظاهرات سلمية تقمع يوميا، هناك أطفال أبرياء يضربون في الشوارع، هناك نساء يستحلن النساء. إسرائيل لا تفعل بالشعب الفلسطيني. عار عربي يشاهد مرأة تسحل. هناك دوريات إخبارية يقوم بها عمال تابعين للمقاطعات الحضرية، يوميات مع الثاني عشر، ماذا يقع في الشارع الصحراوي، ماذا يتحدثون عنه. وهناك دورية تقع في السادسة ترفع إلى وزارة الداخلية، ماذا تقارير يومية، ماذا يقع، عن ماذا يتحدثون، ماذا يفعلون. إضافة إلى العنف الممارس ضد الصحراويين المقيمين في الأراضي المحتلة، يواصل المغرب سياسة التمييز بشتى أشكاله فيما يخص أساسا الحق في التعليم، العلاج والعمل. بالرغم من أن أعين المنظمات الدولية المدافعة عن حقوق الإنسان والجمعيات المتضامنة مع الشعب الصحراوي ما فتئت تنتقد سياسة المغرب في انتهاكها لحقوق الإنسان من خلال التقارير التي تعدها في كل مرة، إضافة إلى مجهودات أبناء المناطق المحتلة في كشف جرائم المحتل في كل مناسبة حلوا بها. أنا فقط نموذج لما يعيشه الشعب الصحراوي في تلك المناطق. هناك مجموعة من الحالات التي تعرض فيها الرجال، تعرض فيها المعتقلين الصحراويين إلى 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 التعذيب وإلى الاغتصاب المباشر، والدليل موجود الآن في مجموعة قديم يزيك المتواجدة بالسجن سلا 2. كما أننا هنا من أجل إبلاغ العالم رسالتنا، رسالة الشعب الصحراوي في المناطق المحتلة. بل أكثر من ذلك، ففي السنوات الأخيرة تم العثور على مقابر جماعية بضواحي منطقة أمهريز المحررة، وذلك بحضور عدد من ممثلي الهيئات الدولية. وقد أثبتت التحاليل المخبرية أن الضحايا الأبرياء قتلوا رميا بالرصاص، حيث تطابقت نتائج التحاليل مع شهادات لأحد الناجين من تلك المجازر. هذه كراع وهذا الصاق وذيك القائمة وبلده طايح عامل هك. الشهيد نعدو الأمانة، أعلى عهد الشهيد نعدو الأمانة. أربعون سنة مرت على تأسيس جبهة البوليزاريو واندلاع الكفاح المسلح، أربعة عقود من النضال والكفاح ضد الاستعمار بشتى أشكاله. هنا بمخيم العيون كان الاحتفال وتصدر الاستعراض العسكري المشهد، وكأنها رسالة للمغرب بجاهزية الجيش لخوض معارك جديدة
إذا ما فشلت المساعي الدولية في حل نزاع سلميا. بالطرق الدبلوماسية أم بالقوة العسكرية، نحن أيضا جاهزون ونستعد من خلال بناء القوى العسكرية الكفيلة لمواصلة الحرب إذا كان لابد من مواصلة الحرب. شباب الجبهة الشعبية لتحرير الساكنة الحمراء ووادي الذهب، هؤلاء الشباب الذين ولدوا وتربوا في أحضان الثورة ونهلوا من معينها. أولا نفس طويل، ثورة طويلة الأمد من أجل الوصول إلى احترام حقنا المشروع في الحرية وتقرير المصير والاستقلال. وثانيا هذه الحرب يجب أن تكون متبنيها الشعب ومنصهر فيها الشعب ومساهم فيها الشعب ويدفعها الشعب، وهذا هو اللي يعني سرنا به عبر هذه 40 سنة بما فيها حوالي 18 سنة من البندق، 18 سنة من الحرب، 2.5 مع إسبانيا و16 سنة ضد المغرب. وبالتالي احنا نفضل الحل السلمي، نفضل أن الأمم المتحدة يعني توفي بالتزامها في تنظيم استفتاء حر وديمقراطي لتقرير المصير. أتمنى أن المفاوضات الجارية تفضي إلى يعني الحل الطبيعي الذي هو استفتاء حر وديمقراطي لتقرير مصير الشعب الصحراوي. إذا فشلت الأمم المتحدة فسنقوم بحقنا المشروع في الدفاع عن أنفسنا، في الدفاع عن حقنا بامتشاق البندقية من جديد وبالبدء في الكفاح المسلح. وقف إطلاق النار محدود في الوقت، ولكن منذ ذلك الحين إعدادنا لجيشنا في التدريب والإعداد والتكوين وبناء الجيش يعني مستمر. يعني نقول لكم أن جيشنا الآن أكثر بنسبة مئوية كبيرة مما كان عليه زمن الحرب، مما كان عليه في 91. وإذا يعني بدأت الحرب سينصهر كثير من اللي الآن يعني يناضل النضال السلمي في ينصهر في الجيش. ويعني قواعدنا الواسعة وخاصة شبابنا كله ينادي بالعودة للكفاح المسلح لأنه سائم الانتظار. فيما يخص الجزائر، الجزائر كبلد جار من خلال قناتكم نوجه له تشكرات وعرفان الشعب الصحراوي. موقفه الثابت عبر 40 سنة موقف ينسجم مع الأمم المتحدة، هي تنادي بحق الشعب الصحراوي في تقرير المصير، هي ترفض يعني قبول الأمر الواقع على الشعب الصحراوي من منطلق أنه هذه هي يعني قرارات الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي. وبالتالي تحية للجزائر واستنكارنا الشديد لسياسة الحكومة المغربية اللي كل ما يعني تصاعد ضغط المواطنين الصحراويين على الاحتلال المغربي يحاول يوجد ضحية في الجزائر واتهام الجزائر والاعتداء السافر على الجزائر. أشكال النضال الصحراوي تعددت وتنوعت، فبين من يحمل البندقية ومن يحمل القلم رسالة واحدة: الاستقلال والعودة إلى أرض الوطن. عزة شابة صحراوية مقيمة في مخيم بوجدور بتندوف، تعلمت وهي اليوم تعلم الصبية اللغة الإنجليزية لأنها ترى في ذلك شكلا من أشكال المقاومة. نحن ولا ما نقرش بالك، ما كانش حتى واحد يمكن يعرفنا ولا يعرف عنا شيء. لو خرجت للخارج يمكن أنا نعبر عن ونتكلم عن قضيتي الصحراوية أكثر، لأنه اللغة الإنجليزية يمكن يفهمني معظم العالم لو تكلمت بها مع أي حد في الخارج. ماني وحدي، كل الطلبة الصحراويين، كل الشباب، وأنا بلدي الصحراء الغربية، وأنا ماني في الصحراء الغربية، مع أني لازم كافح من أجل الصحراء الغربية باش نرجع لبلدي. بالمخيم نفسه في بوجدور تقيم عائلة للا بخت احتفالا كبيرا، وهي التي قابلت أختها خديجة ولأول مرة في حياتها بعد أن قدمت برفقة مفوضية الأمم المتحدة من منطقة العيون المحتلة. لم نتمكن، نتمنى الاستقلال ونتمنى عني في الفترة الجاية أنا هي اللي نعود ماشية، أنا هي اللي نعود إلى راد مولانا ماشية ظاهرة أختي. جيت أنا الزوزة ديالي للأخت هنا من الصمارة. تكتوي بنار الاحتلال في الأراضي المحتلة، وبين من يكتوي المعاناة ولوعة الفراق في مخيمات اللجوء،
ومع كل غروب شمس ينتظر الصحراويون شروقها ببشرى التحرر والاستقلال.